أم أكن أتوقع أنه سوف يأتي اليوم الذي أدخل في عاصمة بلدي حراك؟ خط العاصمة حراك، وهذا دليل على أن النظام أو يعرف في ذيله حقبتين من الزمن عشنا فيهم هذا الأمر المهين للمواطن الجزائري وللشعب الجزائري، مرة على يد الاستعمار الغاشم كانوا يحبسونا ما نمشوش في بلداننا، ومرة على يد هذا النظام. المادة 55 من الدستور تنص على أن المواطن الجزائري له الحق في التنقل وله الحق في حرية الإقامة في أي مكان كان. امبارح ترى في العجائز في الشيوخ في الولاد حبسوها 60 كيلومتر درجة. أنا يلي نطول وأنا نمشي باش نصل العاصمة، دخلنا مغارات لم أكن أتوقع أنها موجودة في الجزائر، لكن هذا دليل آخر على أن هذا الحراك المبارك سوف يغلب القائد صالح وجماعته ان شاء الله. يا رب الله اكبر على من طغى وتجبر، الله اكبر على من طغى وتجبر، الله اكبر على من طغى وتجبر. ونحن نقول لقائد صالح اليوم الجمعه 31 لا تغرنك قوتك، انما هذا الشعب هو الذي حررك، هذا الشعب هو الذي حرر القائد صالح وجماعته. نعطيكم الكيستيون اللي جيبها نعطيك امريكي. شكون اللي قعد شوي مع سلال في الفال دو كراس تحت لافوطو؟ قايد صالح، قايد صالح، قايد صالح، خاين طالح، خاين طالح. شكون اللي قال لنا بلي انا والمؤسسه العسكريه مع بوتفليقه؟ الو شكون اللي قال لنا انا والمؤسسه العسكريه مع الوحده الخامسه؟ شكون اللي قال لنا بلي المؤسسه العسكريه هي التي تواكب مشاريع الوقف الجنوب؟ أتعلمون خاطي وعلينا جانا خاطي والله يذكر عليك التاريخ خاطي. خلو يهدر، خلو يهدر خاطي. كاين واحد الجملة مهمة يقولوها لي زونغلي، يقول لك بلي when government fears people that means it's liberty، when people fear the government that's the tyranny. إذا خاف الشعب من السلطة فمعناها أن هنالك دكتاتورية، وإذا خاف السلطة من الشعب فهنالك حرية وديمقراطية. يجب على هذه السلطة أن تخاف منا، وبدأت تخاف منا، والدليل على ذلك أنها تخمع وتسكت كل الأصوات الحرة. سؤال آخر، أين هي لجنة بن يونس الذي قال لنا بصريح العبارة سوف نؤسس لحوار ديمقراطي يسمح لكل الجزائريين بالمشاركة؟ طابوا راهو في الحبس، هما راهو في الحبس، سمير بن عربي راهو في الحبس، والعشرات من الشباب الجزائريين ذنبهم الوحيد هو بناء جزائر ديمقراطية متحضرة، راهم في الحبس. والله لا نخاف من سجنكم ولا نخاف من زنازينكم، لكن اليوم أنتم أثبتتم لنا بأنكم الآن تعظون ذنوبكم. لماذا؟ لأنكم تريدون الاستحواذ والإبقاء على مصالحكم، ولا تريدون بناء الجزائر الحرة الديمقراطية كما وعدتونا بها. الله أكبر على من طغى وتجبر، ولا توجد قوة فوق الأرض، لا توجد دكتاتورة فوق الأرض، لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه هذا الشعب. السلام عليكم ورحمة الله.